اللي عندنا كاع اللي دار شي سواء اللي شي ديال الدوار ولا اللي شي ديال الفيرما كنتريتيو كوم ان كونكورس وحنا بطبيعة الحال خدامين على دي بروجيكت اخرين باش نتريتيو كل هذاك لي زوس ولا شي فواحد الاطار ديال باش نديرو انيتي ديال لا ليمون شايشه هنايا عندنا شي عطاء اذا نفالوريزيو كاع بطبيعة الحال المنتجات ديالنا. اذا كما كتعرف شركه هي مغربيه 100%. حنا حاولنا التوجه وكذلك نمشيو للتوجهات ديال السيدة لان السيدة دائما كان في الخطابات ديالو كان كيقول بانه خاصني نديرو مشاريع في العالم الكروي باش تسمحوا كذلك. اذا حنا غادي نخدموا في التجميع الفلاحي في اللحوم الحمراء حكمنا جينا في منطقه اللي هي منتجه بشكل كبير. غادي بطبيعه الحال ناخذوا من عند الفلاح العجول ديالهم الوقت اذا كانوا موجودين ولا كذلك الفلاحه اللي باغين ياخذوا العجوله والعلف وهذا وسيرتو منهم الشباب اللي نقدروا نوفروا للشاب اللي عنده رغبه بانه نعطيه حتى المحل فين يدير هذه العمليه ديال التسمين باش نسهلوا عليه بشويه بشويه باش من بعد يكون المشروع ديالو بوحده. اذا العمليه هي عمليه جد سهله جد بسيطه اللي احنا غادي نعطيو كاع يعني الامكانيات اللي غادي تسهل على الشاب الفلاح وكذلك الفلاح بصفه عامه باش يولي عارف حيت الميزه ديال هذا التجميع الفلاحي يولي عارف شنو المنتوج ديالو بشحال الثمن ديالو غادي يشري بشحال غادي يبيعو شحال غيربح. اذا يعني في السنه في اخر السنه كيعرف راسو بانه بشحال كان خدام في الشهر. اذا هذا هو الغايه سميتو. اذا وزاره الفلاحه مشكوره على هاد المبادره هذه وهذه مبادره تتفصل الى ما درناهاش اليوم غادي نديروها غدا. احسن طريقه هو نسرعوا بها ونديروها باش نكونوا قادين نديروا المنافسه ديالنا على السوق العالميه وطبيعه الحال ونكونوا عارفين شنو المنتوجات ديالنا واللي هي مزيانه في هذا الشيء هذا كله هي بانه غدا الا كانت شي ازمات ولا شي حاجه وزاره الفلاحه الا بغات تعاون كتعرف بانه الناس اللي يستاهلوا تعاونهم وعندهم انتاج باش المواطن المغربي ديالنا ياكل ثمن ديال اللحم معقول بثمن مناسب للمستهلك المغربي.